بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة موعدنا مع محاضرة جديدة من محاضرات تعلم إكسل من الصفر إلى الاحتراف. هنتكلم النهاردة ونكمل موضوع قواعد البيانات في إكسل، وهنتكلم عن قواعد التحقق من صحة البيانات أو الداتا فاليديشن. من المزايا الكبيرة في برنامج إكسل إن أنا عندي إمكانية إن أنا أقدر أحط قاعدة للتحكم في صحة إدخال البيانات، وخاصة البيانات الرقمية، وده يقدر يخليني أتجنب الكثير من الأخطاء الخاصة بمدخل البيانات. يعني مثلا لو افترض مثلا بدخل بيانات مرتبات، وبدل ما أكتب 1000 زودت صفر وكتبت 10000، إكسل في الطبيعة مش هيعترض، لكن ده خطأ كبير عند إجراء المعادلات. وبالتالي أنا ممكن أحط قاعدة، القاعدة دي تتحكم في البيانات المدخلة بحيث إن أنا أدخل حد أدنى وحد أقصى للبيانات الرقمية. عشان اعمل ده المهم جدا ان انا لازم اعمل القاعدة قبل ادخال البيانات، يعني مش هدخل المرتبات بعد كده احط القاعدة، لا. فبالتالي تعالوا كده نجرب على المثال ده. هنشيل البيانات الرقمية بتاعة المرتب، هنظل للخلايا اللي احنا عايزين نعمل عليها قاعدة تحقق من الصحة، هنروح لقائمة داتا، هنختار امر اسمه داتا فاليديشن، هنختار منه اول اختيار داتا فاليديشن. هتظهر لي الشاشة بالشكل ده. الشاشة دي أو النافذة اللي ظهرت تحتوي على 3 تبويبات. التبويب الأول اسمه Settings، وهو الخاص بوضع القاعدة الخاصة بالتحقق من الصحة أو الـ Validation Criteria. الوضع الطبيعي إن هو Allow أو بيسمح بأني Value، أي بيان تدخله أو أي رقم تدخله هيسمح بيه. أنا هغير هذا الوضع إلى اختيار اسمه Whole Number. يقول لي طب الداتا بتوين إيه؟ يعني الحد الأدنى والأقصى، المينيمم بتاعها والماكسيمم بتاعها إيه؟ فممكن أقول له مينيمم مثلا أفترض إن هو 1000 جنيه والماكسيمم مثلا 5000 جنيه، يبقى أنا كده حددت حد أدنى وأقصى للمرتب 1000، حد أدنى وحد أقصى 5000 للقاعدة بتاعتي. طيب أنا عايز المستخدم بتاعي عند إدخال البيانات وقبل الإدخال تظهر له رسالة تنبهه، رسالة تنبيه، فبروح لحاجة اسمها Input Message وأبدأ أقول له التايتل بتاع الرسالة انتبه. واكتب هنا من فضلك ادخل رقم بين 1000 و5000. تمام. طيب فلنفترض ان المدخل ما خدش باله من الرساله ودخل رقم يخالف القاعده، في الحاله دي هتظهر له رساله لبيان الخطا. الرساله دي في الغالب لو انا ما كتبتهاش هتظهر باللغه الانجليزيه، فانا ممكن اروح للتبويب التالت اسمه ايرور اليرت وابدا اقول له عنوان الرسالة بتاعتي خطأ، وابدأ أقول له لقد خالفت قواعد الإدخال أو أي رسالة أنا عايزها. قاعد الرسالة هنا ليها نمط أو ليها ستايل. الستايل ستوب هو أقوى الأنواع، اللي هو معناها إن أنا مش هيسمح لي بأي حاجة اعملها ان انا ادخل رقم يواكب او لا يخالف القاعده بتاعتي. طب لو انا اخترت حاجه تانية زي warning بيبقى شكلها كده رساله، ومعناها ان هو هيحذرني، لكن ممكن اقول له انا هدخل ويقبل مني الرقم المخالف، وفي انفورميشن بس يديني معلومه ان انا خالفت القاعده وبرده هيسيبني ادخل رقم مخالف، وبالتالي اقواه واستوب. قول له اوكي. هنلاحظ هنا عند الوقوف في اول خليه تظهر لي رسالة انتبه من فضلك ادخل رقم بين 1000 و5000، تعال نخلف القاعدة ونحط مثلا 6000. مجرد ما ادوس انتر تظهر لي رسالة قد خالفت قواعد الادخال، اعد المحاولة. اول ما اقول له ريتراي يرجع يظهر لي الرقم عشان ادخله رقم مناسب، بيقبله ينتقل اهو بيقبله، تعال نخلف القاعدة تاني هيرفض مش هيسيبني لما ادخل رقم يوافق القاعدة اهو. وبالتالي كده انا قدرت اعمل حاجة يعني تتحكم في البيانات المدخلة للبيانات بتاعتي بالشكل الاتي. طبعا الموضوع بسيط قوي وسهل، اتمنى اكون افدتكم في الموضوع. وبرضو السؤال، لو انا عايز اشيل القاعدة دي بظلل برضو البيانات واروح لداتا، داتا فاليديشن، داتا فاليديشن تاني، واقول له كلير اول يعني حذف الكل. ملاحظة تانية، كلير اول حذف القاعدة، قول له اوكي بيشيل القاعدة. طب هل توجد قواعد للتحكم في البيانات النصية؟ اهو هظلل، روح داتا فاليديشن، داتا
عندي في هنا عندي حاجة اسمها تيكتس لينز، التحكم في طول النص المدخل، ان انا اتحكم في عدد الحروف المدخلة. كمان ممكن اتحكم في التواريخ انها لا تزيد عن تاريخ معين او لا تقل عن تاريخ معين. ممكن اتحكم كمان في الارقام العشرية لا الديسمال، ممكن كمان اتحكم في الوقت في التايم. كل دي امكانية للتحكم في بيانات المدخلة، واهمهم على الاطلاق والتحكم في البيانات الرقميه اللي هو الهول نمبر وحدد القاعده. يعني تاني لو انا ظللت المرتبات تاني ورحت للداتا فاليديشن وقلت له هول نمبر، مش بس بتوين، انا ممكن كمان اغيرها اخليها نوت بتوين او ايكوال تو او نوت ايكوال تو او جريتر ذان او ليس ذان او جريتر ذان او ايكوال تو او ليس ذان او ايكوال تو. كل دي قواعد للتحكم في البيانات الرقميه. أتمنى أكون أفدتكم بالمعلومة، وشكرا وإلى اللقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله.